اهلا يا استاذ حسام الهلالي، اتفضل. شكرا على الصوت. امضي لي بقى انك استلمت حاجتك. حاضر امضي لك. تفتكر هنا احسن ولا بره احسن على الصوت؟ اه كله محصل بعضه يا ابني، هنا سجن صغير وبره سجن كبير، وده احنا عايشين. صح، بره سجن كبير. ماشي، يبقى خلينا نشوفك بقى. نشوفك في السجن الكبير بقى على الصور ان شاء الله. السلام يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا دفعه. عربيتك دي؟ اه يا حبيبي. مبروك. الله يبارك فيك يا حسام، عقبالك. ابراهيم. الو. ايه يا استاذ ابراهيم، الملف هتلاقيه عندك في درج المكتب. لا انا ساعتين ان شاء الله وهكون عندك. يلا مع السلامه. واضح انك بقيتي مشغوله. هعمل ايه يا حسام، شغلتي علمتني اشيل هموم ومشاكل الناس فوق مشاكلي. اي علا، ها اجلتي القضيه في المحكمه؟ طيب تمام، لا استنيني في المكتب، انا ساعتين وهكون عندك. ايه انا في مشوار شغل، هاجيلك على طول على المكتب. يا بنتي قلتلك بقى قضية الشيكات دي ملهاش حل، حليها انت. يلا مع السلامة. يوه مش هرد. سوري يا حسام، مش عارفة اتكلم معاك كلمتين على بعض. ولا يهمك، مش حاجة بتفضل على حالها، واضح ان الدنيا اتغيرت، بقيتي مهمة في شغلتك. كلنا اتغيرنا يا حسام، ومفيش حاجة بتفضل على حالها. صح، مفيش حاجة بتفضل على حالها. صح. ماشي هند. ايوه يا محمد، انت فين يا حبيبي؟ هكون فين يعني، في الشغل. انت نسيت ان النهارده معاد خروج حسام؟ حسام؟ لا مش ناسي، بس اتخذت في الشغل وانت عارف الشغل ما بيرحمش، فمعرفتش اجيبه. معلش. ولا يهمك يا سيدي، انا رحت وجبته ورجعنا على البيت وهو عايز يكلمك. لا استني يا شهندة بس، عشان انا في اجتماع مهم ومش هينفع اكلمه دلوقتي، هكلمكم تاني. يلا سلام. بيقول ان عنده اجتماع مهم واول ما يخلص هيكلمك. احنا مش هنستنى حد، احنا هنقعد ناكل. اقعدي اقعدي، انا عامله لك بقى النهارده كل الاكلات اللي انت بتحبها. ربنا يخليكي لي يا ماما. الله الله يا سي حسام، بقالنا كتير قوي ما شفناش وليمه زي دي، من الواضح ان انت غالي عند ماما قوي. كانش في داعي تتعبي نفسك يا ماما. يا حبيبي لو ما تعبتش عشانك هتعب عشان مين؟ انا كان نفسي اريحك وما تبكيش. جرى ايه يا حسام؟ ما تشمر ايدك يلا وتاكل، عشان اول ما تخلص اكل نقعد كده نمخمخ لنا في كوبايتين شاي زي زمان عشان نشوف هتعمل ايه. اعمل ايه في ايه؟ في مستقبلك طبعا، هيكون في ايه؟ جرايه يا شاهين، بس سيبيه يشم نفسه وياخد حريته الاول، وبعدين بعد كده يفكر هو هيعمل ايه. حريتي؟ كل يا شاهين، كل يا ماما. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا حبيب ماما. امال فين محمد وشاهين؟ محمد وشاهين ده راحوا مشاغلهم. بص بقى، انا حضرت لك الفطار، هتقعد تفطر زي الشاطر كده على ما اروح السوق، هجيب شويه حاجات وارجع لك على طول، مش هتاخر. تروح السوق؟ انت من امتى ماما بتجيبي حاجه بنفسك؟ يا حسام يا حبيبي، دول 3 سنين، في حاجات كتير قوي قوي اتغيرت. عندك حاجات كتير اتغيرت. خدي قلب امك، خلي دول معاك يمكن تحتاج حاجة. كتر خيرك يا ماما، مستورة لسه معايا قرشين كده تشيلهم من قبل ما. ورحمة أبوك، ورحمة أبوك وغلاوتي عندك، لو كنت بتحبني ما تكسي في إيدي ولا تكسر بخاطري، خدهم بقى. شكرا يا ماما. يلا
سلام يا حبيبي. سلام.